بحضور السيد عدنان درجال طيب. والكابتن غانم العريبي وامين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان وكذلك كوفند وبقيه الاعضاء يعني وحتى المسابقات موجودين كان يمكن الاخ علي عبيز والاخري بحضور 22 نادي اعتقد انتم عندكم القائمه نعم. الحاضرين بالاجتماع بمن فيهم كان يعني الكابتن عادل ناصر مثل عن نادي الميناء وال يعني كانوا جالسين جنبي نادي مثل نادي اربيل وعلى يساري كان الاخ مشتاق مثل نادي النفط فالكلام هذا صحيح احنا حاليا نادي اموات بغداد في اربيل معسكر استعداد للدوري بس اختلف في الكلام سيد احمد يعني اليوم الاتحاد والاحاديث المسربه انه انتم مو بالدوري وعلى ضوها تنزلتوا بيان صريح اكيد احنا مرات تسمع انت ما يقال هنا وهناك نعم. احنا نعتمد دائما بالامور الورقيه تدري انت تحافظ على حقك بالامور اللي تقدر تقدمها للمحاكم سواء المحليه او الدوليه احنا كنادي اموات بغداد وحتى نادي الميناء يعني حتى يعرفون الجمهور حقنا ما يروح احنا ملتزمين بحقنا لان هذا الكلام مثبت بادله يعني يمكن الفيديو موجود للسيد عدنان درجال والسيد احمد الموسوي وبقيه الاعضاء يصرحون انه دوري تراخيص انا اسال السيد عدنان درجال واتحداه من خلال برنامجكم هل يقدر يقول انا ما وعدت الناديين؟ هذا السؤال خلي يجاوبه عدنان درجال واعتقد انت جاوبني انت حاضر بهذا الوعد سيد احمد بالسوشيال هل ميديا وعدكم عدنان درجال بصريح العباره انه نادي بغداد باقي نعم. بالدور الممتاز ومعه الميناء الكلام كان واضح امام 22 نادي صحيح بالحرف الواحد قال الانديه التي ترخص ستبقى بالدور الممتاز حتى لا نقول أموات بغداد ولا نقول الميناء والدليل وجود الميناء هسه خلينا نقول بغداد كان موجود ما هابط الميناء وسامراء حاضرين بالاجتماع وموجود موثق تواقيعهم بالمحضر الموجود لدى الاتحاد واعتقد حتى قناتكم عندها نسخة والإعلام عندها نسخة